صنعاء عاجل. الحوثي يضع مجلس القيادة أمام اختبار إحياء عيد الوحدة في عدن. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أكد نائب وزير خارجية حكومة صنعاء حسين العزي أن مجلس القيادة المشكل من السعودية أمام اختبار لإثبات حرصه على تثبيت الوحدة من خلال إحياء ذكرى تحقيقها بإقامة مهرجانات في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي جنوبي اليمن. وقال العزي في تدوينات على منصة تويتر يوم 22 من مايو محطة أولى لاختبار مجلسهم: إنه معيار نسبي سيساعد على كشف 3 أنماط على الأقل: كاذب، مخطئ دوما، كاذب يحاول أن يتظاهر بشيء من احترام نفسه، ثابت على مبدئه وإن أخطأ. وأضاف: كمثال فإن كلنا يعرف أن مجلسهم لا يملك أي دليل على صدق دعواه بأنه شرعية وممثل للجمهورية اليمنية، ومع ذلك هذا الادعاء سيعني بالحد الأدنى أن عدن يجب أن تشهد احتفالات رسمية ومهرجانات خطابية، وأن نرى عدن تبتهج فعلا بهذا اليوم الخالد. وتابع: إذا حدث ذلك كنا أمام مجلس يحاول مشاركتنا الحرص على تثبيت الوحدة، وهذا إيجابي، وعلينا هنا أن نشكر الأخ عيدروس لاحترام هذا الثابت، فيما سيكون عليه مكاشفة الانتقال بالحقيقة ودعوة جماهيره للتخلي عن الوهم، وأن ينقل شكرنا لوعيهم الجديد وتحولهم الصحيح والإيجابي. وأردف: أما إن خلت عدن من الشعلة ومظاهر البهجة الشعبية والرسمية، فاعلموا أنكم أمام مجلس تافه غير جدير بشيء ولا يعول عليه في شيء، وعلى متطليه الهبل قطع شكل اليقين وإدراك أنه مجرد شكل فارغ إلا من الفضيحة.